هاد الجار ديالي سيدي، انا مشيت للمدرسه جبت سميتو النتيجه ديال بنتي، جيت دخلت بديت يلاه غنفطر، دايره واحد بحال سميتو كتلعب فيه داك الليزار، كتلعب بنتي شدوا الليزار قطعوا ليا، رديت الليزار انا، خرجت مرتو بدات كتعاير فيا. الليزار ديال الباب ولا ديال الشرجم؟ لا درتو قدام بابي انا، دبعوا ما الشرجم حيدو، الشرجم حيدو قطع ليا داك سميتو الليزار، قلت لها الحشومه هادشي تقطعوا ليا الليزار وهادشي. قالت لي لما ما عجبكش الحال سيري للمخزن، قلت لها سيري ولي انتم المخزن، انا ما عنديش غنمشي ندير المخزن. شحال من عام وانتم ساكنين مع هاد الجيران؟ هو دابا راه طالعه في 7 سنين انا دابا هنا. ودائما عندكم هاد المشاكل؟ يلا ولات عندنا داك العام اللي فات وهاد العام. شنو السبب؟ السبب على الشرجم. هاد الشرجم ما كانش من قبل؟ ما كانش، فيما كنمشي للدار كنجي نلقاهم فتحوا شرجم. كنا ما كاين باس. اليوم قلت لك مشيت هي هذيك، مشيت للمدرسه وجبت النتيجه ديال بنتي وجيت، يلا غنفطر. شدوا الازار وركعوا الشرجم، قطعوا لي الشرجم. دبعت الشرجم رديته شويه، خرجت مرتو قالت لي راه حشومه هادشي، قلت لها انا راه رديته ما درت لكم حتى شي حاجه انا، قالت لي انا ما عجبكش الحال سير المخزن، قلت لها سير المخزن ما عنديش غنمشي ندير في المخزن. انا عاد درت بنتي باش تدرك على الشمس تلعب في اللعاب، خرجوا وبدا عليا بالهضره خايبه. شكون هو؟ هو جاري راجلها. بدا عليا بالهضره خايبه هو وياك، يعيروا فيا يعيروا فيا، داز من لي قال لي متسنى تسنى الفاعله التاركن، غندخل امك اليوم قتلك. دخل بدا كيجر فيا منك وضربني بالحجر، راه كتشوفو بالحجر ضربني بالحجر راسي، وانت شوجي كروشيات فمي وكلشي، وضربني هنا. الضربه اللي في وجهك؟ هو اللي ضربني. ضربني شوفها. ها هي شتيها. باش ضربك تما؟ ضرب بالحجر، أول حاجة جاتني وحدة أنا في سميتو في وجهي، وحدة جاتني في راسي، حجرة. ضربة ديال الحجرة؟ حجرة، وعاد كيضربني الكروشيات، شوف فمي هنايا، ومضروب أنا بحجرة هنايا رجلي، ضارني رجلي على راسي، كلها منفوخ عليا هنايا. أنا كنشوفو حوايجك مقطعين، واش؟ كان غادي جارني برا قالك بغا يقتلني. دخل عليك لهنا؟ اه دخل عليك للداخل، راه الناس كيفكوا الجيران والرجال وداكشي، هما اللي فكوني الناس منا. قال لهم غنخرج نقتلها. قال لهم تواصلتي مع العائلة ديالك وقلتي لهم جيبوا معكم لومبيلونس؟ هذيك الساعة ضربت، ملي ضربت. داكشي اللي قلت لهم، قلت لهم جيبوا لي لومبيلونس، جيبوا لي، راني مضروبة، راه تكرفس عليا جاري ومرته. ما ضربت حتى واحد في ولادك؟ كان غادي تجي الحضرة بنتي، عندي البنية هذيك اللي عندي. شحال في عمرها بنتك؟ يلا عندها دابا طالع في 7 سنين، يلا دابا عندها. الزوج ديالك ما كاينش هنا؟ ما كاينش خدام. فين خدام؟ خدام جات البحر هنايا. هنا في المنصورية؟ اه في المنصورية نيت خدام تما، ما يقدرش يجي حتى هاد الباركين تما. غير بالنسبة قلت شي بأنه ثاني مرة كيتعدى لك. اه ثاني مرة، ومرته ثاني هي المحيدة اللي قسناها، دايرة لابار هنايا. راه عندي معاهم أنا هذاك العام شهر 7 ثاني بحال هكا داروا لي ثاني. شنو وقع لك معاهم شهر؟ ثاني على سبب الشرجم. كيشفروا لي حوايج وكيقطعوا لي الحبل، ونشر ثاني الحوايج، شرت المانتي جرهم لي طيحوا، درت الحوايج يقطعوا لي الحبل. هادشي على حساب الشرجم. كلشي هادشي على سبب الشرجم. هذا الثاني ثاني هرست لي سناني، هرست لي سنان بجوج وتكرفصوا عليا ثاني هي وبنتها، وضربوا لي بنتي الصغيره. من تكرفصوا لك مشيتي درتي شي شكايه؟ درت شكايه، كلشي ما عطاونيش الحق. كل ما عطاكش الحق؟ المخزن ما عطانيش الحق. جيتو حتى للمحكمه ولا؟ جينا حتى للمحكمه، دوزنا حتى للمحكمه ما عطاونيش. شنو المحكمه شنو واش كان عندك شهود بان ما عندها لا شهود لا والو، داروا دابا الضرب والجرح. انتيا واش كان عندك شي شهود؟ ما عندي لا شهود لا والو انا. واش داروا في المحضر؟ داروا في المحضر انا وياه تبادل الضرب والجرح، والتقرير حيدوا لي. اذا انت هي مضروبه؟ لا حتى هي راه التقرير كلشي عندي، هي ما مضروبه ما والو، دار الضرب وتبادل الضرب والجرح، وحيدوا لي التقرير ديال سناني انا، محيد لي سناني دايره لابار. المحضر ديال الدارك الملكي هو اللي دار تبادل الضرب ماشي المحكمه. اه الدارك الملكي هما اللي داروا داكشي. واخا من بعد ما دستو عند وكيل الملك ودستو في الدعوه، شنو كان الحكم؟ الحكم داروا لنا ما كاينش، ما تيم ضاربه تما بجور مضاربين صافي. شنو داروا الحفظ؟ لا صافي، لا دزنا في المحكمه صافي، قالك تيم مضروبه وهي مضروبه صافي، يعني تيم متسالي ما ما خرجوا لنا الخطيه لا والو. وتحكمات باش تحكمات؟ تحكمات صافي وكاك صالح سميتها. ما كانش كتحضر معايا هي كاع، ما كانش كتمشي معايا. دابا واش تحفظات الدعوه اولا تحكمات؟ تحكمت. باش تحكمت؟ تحكمت قال لي انت ضاربه وهي ضاربه وكنت ضاربه صافي، هادشي اللي قال لي الرئيس. صافي هادشي اللي قال لي الرئيس. ما كاين لا غرامه لا ما كاين لا غرامه لا والو، هادشي اللي كاين. وهي ما عاوتاني تكرر نفس المشكل. نفس المشكل، وهي ما كانتش كتحضر معايا، انا كنحضر في الجلسات، هي ما كتحضرش معايا في الجلسات. واليوم تكرر نفس المشكل. لا تكررني المشكل ثاني، قال لك غنجرك ونقتلك في الشارع، غادي جارني برا. ودابا شنو الاجراء اللي باغا دير؟ الاجراءات غادي ندير دابا نمشي نديك لاغريبي بما مضروبه انا، الدار اللي ضاربني وكرفس عليا هو ومرته. الديكاري عند جدار 100؟ اه ندير سيرتي عليك. اللي مضروب حتى هو في يدو وفي وجهه، شكون اللي ضرب؟ ضرب راسه، دخل ضرب راسه بموسر على الملاصر راسه باش ضرب. انا غادي نضرب راجل ومراه، غادي نقد عليه ما غنقدش عليه. هو راه كان جارني فكوني الناس منه، كان باغي يقتلني، قال لك باغي يقتلني، خرج للزنقه وقتلني.
واخا هاد الناس اللي فكوك زعما الا احتاجيتيهم في الشهاده غير ما يبغيوش يشهد لك حتى واحد. علاش هكا قالك ما يبغوش يشهدوا لك الا اليوم هما كيخافوا منهم ولا هما ما يعرف واش كيخافوا منهم والله اعلم. حنا كنعرفوا الجار على جارو علاش ما تصالحيش شي الجار ديالك وتبعدوا من هاد المشاكل كامله وتهناو بجوجكم. هو راه هما اللي خويا ما بغاوش يديروا حتى انا ما قراهم يعني ما كنتخاصم معاهم هما اللي كيجبدوني يعايروني يعني عليا كلشي وكنسكت. الباب لا تقرقب راه يسبوك ما تقرقبش الباب ما ديرش الحبر راه حيدنا ما بقيناش كنصرو دابا عندنا مع غادي دارنا وما عندناش حق باش نصرف فيها تما اذا نشرت كيقطعوا لك الحبر. يلا راه كتشوفوا بالحبر عند الباب كنصرف في هذه البلاصه هكا هادي حتى فين نشرف. دابا انت من جيتي لقيتي هاد الجار ديالك ولا كان قبل؟ لا كان هو هنايا ولكن شراجم ما كانوش شراجم فين ما كنمشي انا للدار كنجي كنفتح شراجم ما كان عندو لا شراجم لا والو. واش ميكون زعما السبب ديال الشراجم هو اللي كيخلي هاد المشاكل؟ هو هذاك السبب ديال الشراجم وكيبقاو يطلعوا عليا انا من الشرشم. كيفاش كيطلعوا عليك؟ بحال كون كنت كنصيغ في ديك الطواله ولا كندير شي حاجه ولا في الكوزينه ونمشي بوحدهم يحوس الشرشم يبقاو يطلعوا عليا. هذا نوع من التحرش ولا شنو؟ بحال التحرش هو ولد ديك النهار ولد سبني راه مشيت كنمشي ندير ديكلاراتي عند الجوندارم مشيت عند سميتو في لابريكاد. واخا ملي كتمشي لابريكاد عند الجوندارم ملي كتمشي عند الجوندارم ايه شنو الاجراءات اللي كيديروا معاك الجوندارم؟ الاجراءات قال لك انت مضروبه دير سيرتيفيكا جي عندنا نديهم هادشي اللي كيقولوا لي جوندار. يعني ملي كتمشي كديكلاري ما كتمشيش. حيت قال لي ما عندك لا شهود لا والو قال لي كون عندك شهود قال لي غادي نجي نخرجهم دابا نديهم. قال لي كنتي مضروبه غادي تجي دير لي سيرتيفيكا غادي نجي نديهم. يقوموا بالواجب ديالهم هما كمان باغي. غير مثلا انت اللي ما عندكش مثلا الاجراءات القانونيه كافيه. ايه حيت دابا ملي كيعايروني وداك الشيء كنمشي كنقول لهم عايرون كيقول لك خاصنا الشهود. دابا ملي كنعرف مني مشيت عندهم فاش كانت قال لي راه كنتي مضروبه او ضربك ولا ضرب بنتك جي عندنا قال لي نديهم. بحال دابا دابا ضربني تكرفص عليا هو ومرتو غنمشي نديكلاري بيهم نمشي ندير سيرتيفيكا ديالو غندبعها ليهم نمشي ندير لهم ديكلاراسيون عند الجوندار. واخا شنو دابا كطالبي شنو النداء ديالك شنو هو؟ نطالب حقي. شكون اللي بغيتي يعطيك هذا الحق؟ يعطيه لي المخزن هادشي اللي كنطالب طالب من الحق ديالي. عدوا عليا المرة الأولى ما عطونيش ودابا ثاني خاصني نمشي نتبع لهم ثاني يعطوني حقي لأن هادشي غادي كثر بحال دابا هو باغي يخرجني يقتلني غدا بغيت غدا غطرى جريمة. يلا الزوج ديالك ملي كيجيو كيسوق الخبار هادشي هذا كي هو كيضربوه كيهدوه بجناوه. ديك النهار قال لي ولدو قال لي دير شي حاجه نقتلك بجنويه هو تا هو كيهدوه بجنويه شحال من مره ضربوه وتحموا عليه. عمرو ديكلار عن جدارميه ما ديكلار واخا كيمشي ديكلاري والو كيهدوه كيخاف منهم مش عارف على ان التهديد او التهديد كيهدوه سمعني واخا سمعني مزيان ايه الوعيد ولا التهديد بالسلاح بالسلاح كيهدوه ما كيعاقب عليه القانون راه كيهدوه كيقدرش كيخاف منهم خاصو الاثبات ويمشي ديكلاري اه خاصو الاثبات دابا خاص شي واحد يشهد ليه ما كاينش اللي كيبغي يشهد لك هنا شحال من مره ضربوه شحال من مره شحال من مره ملي كيوقع لك معاهم مشاكل ما كتسجليش شي حاجه فيديو كدا. ما عنديش عندي تليفون عندي هذا لو كان عندي تليفون غنسجلهم ما عنديش تليفون لو كان عندي تليفون بحال دابا ملي وقعت شي غادي نسجلهم مع بالحضره ما عنديش تليفون حتى الجوندارم قالوا لي قال لك كان عندك شي تسجيل فيديو شي حاجه عندنا الدليل لكن ما عنديش انا ماشي اللي كاين. دابا انت 7 سنين وانت ساكنه هنا 7 سنين يعني هاد العامين الاخرى هي اللي وقع فيها هذاك العام في شهر 5 اللي وقع معاهم مشكل دابا ثاني هي وقع معاهم ثاني في شهر 7 ثاني وقع المشكل. الا كان الجار ديالك دابا كيشوفك شنو تبغي تقول لي؟ شي رساله وصلها لي؟ رساله انا وصلها لي خاصو يمشي يتربى عند المخزن حيت ما كيحترمش العيالات كيتحرش على العيالات وكيعير العيالات يتكرفس على العيالات ماشي اللي كنوجه لي انا خاصو يتربى عند المخزن هذاك. زعما الا كانت شي محاولة الصلح زعما لا ما كاينه محاولة الصلح لا والو خاص يتربى مازال تكون مرا مع مرا ماشي مشكل ولكن الراجل خاصو يتربى ما يمكنش هي المشكلة كتبدا في الأول ما بين العيالات وشوية كتكبر لعند الراجل هو من ديبار هو معايا تا هو كيعايرني عاد ضرب لي ما كيضربنيش ما كيحكش لي باش يضربني شحال في عمرو هذا؟ هو ما عرفش لي الله أعلم ما عرفش العمر ديالو شوية راه متوسط شوية شحال من مرة كيتهدد عليا وكان يعايرني بهضرة خايبة هو اليوم اللي ضربني هو ومرته لكن خاطر مع مرتو هاد المره معاه هو مرتو وبنتو كانوا يتحاموا عليا. تكرينا بالاسم ديالك؟ آه مليكه. شكرا بارك الله شكرا بارك الله فيكم كنت